الخير على كل مشاهدينا، هنكون معاكم اكيد على الهواء مباشره زي ما اشرف قال لكم من 9 ل 11. اول فقراتنا دلوقتي مع فقره الصحافه زي كل يوم ومنشطات وعناوين صحافه اليوم، واكيد الصحف المصريه كلها وقد تكون كمان العالميه بيتصدرها خبر سقوط الطائره المصريه بالامس وفقدها. يعني لم يتم حتى هذه اللحظه العثور على الطائره، اين هي الطائره لا نعرف. أكيد هنتابع بقى مستجدات الموضوع بعد الفاصل مع أستاذ يسري البدري، ولكن هنتابع كمان منشطات وعناوين الصحف ما ورد فيها من أخبار حول الطائرة المصرية المفقودة. صباح الخير أستاذ مصطفى الأسواني، كاتب صحفي. الأستاذ مصطفى الأسواني صاحب جريدة الشروق، للأسف الشديد طبعا يعني امبارح صحينا كلنا على خبر الطائرة المصرية المفقودة، هل تم تأكيد سقوط الطائرة بقى بالآخر أخبار؟ هو لحد دلوقتي كل الأخبار بتؤكد موضوع أن هي الطائرة سقطت، ما يعني ومن غير المقبول برضو أن احنا نقول مثلا أن هي ما زالت في الجو لحد دلوقتي، أنها فقدت أو الرادار لم يعثر عليها وما زالت في الجو. لا، هي بالتأكيد الطائرة سقطت، ربنا يرحم الضحايا. في حاجة هنتكلم عنها في موضوع اللي هو يعني احتمالات اللي تعرضت لها الطائره قبل السقوط. فيعني هنقول مثلا ان هو في ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان هيكون مثلا تعرضت لعطل فني، ولكن ده اللي بينفيه موضوع ان هو ما فيش حد من طاقم قياده الطائره ابلغ باستغاثه او ابلغ بوجود عطل فني في الطائره. هو كان سقوط مفاجئ يعني، سقوط مفاجئ، وكان يعني اللي هو كان قبل اختفاء الطائره عن الرادار بلحظات كان اللي هو قائد الطائره يعني اللي هو بيجري حوار مرح او زي ما كان في الاخبار ان هو معنوياته مرتفعه، وكان بيهزر انه مفيش مشكله كانت بتواجهه قبل انقطاع الاتصال. معروف ايضا في حوادث الطائرات ان هو بمجرد ما ان الطائره بتتعرض لاي خلل بعيدا عن ان هو يكون حادثه او تعرضها للهجوم ارهابي، بيبقى فيه اللي هو بيرسل استغاثه او يجري اتصالات استغاثه، وده ما حصلش في الحادثه اللي احنا بنتكلم عنها. فبالتالي ده يعني هقول او اعتقد انها كانت تعرضت لعمل ارهابي في الجو. المصري اليوم قالت خلينا نشوف في عناوين الصحف وصفوا الموضوع ازاي، لان احنا عندنا فقره فعلا كامله على موضوع الطياره. الاهرام قالت سقوط طائره مصريه قادمه من باريس. المصري اليوم قالت الارهاب المتهم الاول في كارثه الطائره. بتصف ايه منشط المصري اليوم؟ هو ده الاحتمال الاول. احنا هنقول مثلا ان الطياره ما كانش عليها اي شحنات غير هو الركاب اللي فيها، فبالتالي يعني هل هيتقابل بنفس المعامله او هيتم التعامل معاها بنفس المعامله بتاعت الطائره الروسيه المنكوبه ايضا اللي خرجت من مصر في نوفمبر الماضي في موضوع اللي هو تامين المطارات، وده حصل بالفعل ان انت يعني اللي هو عملوا فحص شامل للطائره قبل اقلاعها من مطار شارل دي جول في باريس. فبالتالي اللي هو ان اللي حصل ده يعني يوجب التحقيق مع يعني الملاحين على الارض، الملاحين في المطار نفسه. وبرضه هنؤكد تاني ان هو الارهاب او ان تكون الطائره تعرضت لعمل ارهابي ده شيء غير مستبعد، وان احنا كنا ممكن نقول ان احنا بنستبق التحقيقات، ولكن كل يعني الادله بتبرهن على ان الطائره تعرضت لعمل ارهابي، خاصه في موضوع اللي هو التفاصيل اللي ذكرت بناء على التقارير الوارده في الرادارات. بيتكلموا عن موضوع ان الطائره قامت باللي هو يعني الدوران نفسها ب 360 درجه قبل السقوط في الماء. فبالتالي انا لو قائد طائره استحاله اكون بتعرض لعطل فني او هجوم او ايا كان شكل الضرر اللي انا بتعرض له، هعمل مناوره خطيره بالطريقه دي. فبالتالي هو الطائره يعني هنقول انها يعني تعرضت لعمل ارهابي في الجو، وده اللي هو اسقطها. طيب، ادى سقوط. طيب خلينا نشوف الخبر اللي بعده. 25 مليار دولار قرضا روسيا لمحطه الضبع النوويه، وده خبر من جريده الاخبار. هنقول ان ده برضو يعني الحاجه اللي بتفرح الشعب المصري شويه بعد الكوارث اللي
يعني بتمطر علينا من السماء باستمرار في موضوع اللي هو خلاص بدا، هنقول ان دي البدايه او البدايه الفعليه لموضوع تنفيذ مشروع محطه الطاقه النوويه في الضبعه. المبلغ هنقول ان هو ده مثلا اكبر رقم تقترضه مصر من الخارج، 25 مليار دولار امريكي للبدء في انشاء محطه الضبعه النوويه، واللي هنقول هتدخل الخدمه في بحلول العام 2028. القرض برضو ده ليه كده هتدخل هو الاتفاق كان اصلا ان هو من بدايه توقيع العقد في يناير الماضي، ده كان وقت ما تم توقيع العقد، ان هو بعد 12 سنه من توقيع العقد هيتم يعني دخول اول محطه. احنا بنقول نتكلم على موضوع ان انت هتعمل اربع محطات، فاللي هو دخول اول محطه الخدمه في هيبقى في الوقت ده. فبالتالي احنا هنقول ان هم هينتهوا من تنفيذ المشروع بحلول 2024، هيبدا دخول الخدمه في 2028. القرض ده دين على مصر، هتسدده بنسبه فائده 3%، واللي هو في فترة سماح 10 أيام عن ميعاد التسديد. لو تجاوزت العشر أيام روسيا هتحسب الموضوع أن هو دي أموال متأخرة، فبالتالي هتعاملك بموضوع اللي هو فائدة 150% بدلا من 3% على قيمة القرض. هنقول برضو ان محطة الطاقة النووية في الضبعة هتؤثر بشكل ايجابي كبير جدا على انتاج الطاقة في مصر، هتساعد مصر في موضوع اللي هو توفير الاموال المهدرة على محطات توليد الطاقة الموجودة حاليا اللي شغالة بمشتقات البترول وهكذا. ده بعد 12 سنة ان شاء الله. الوطن صفحة، الوطن في خبر بيقول 100 مدرعة تداهم عقل الإرهاب بالنصر أو الشهادة. بالنصر أو الشهادة، وهنقول دي العملية الجديدة اللي بتنفذها القوات المسلحة حاليا في مواجهتها للإرهاب على حدود مصر أو الأماكن اللي بتشهد عمليات إرهابية مستمرة، وتحديدا في منطقة شمال سيناء. كان بالأمس اللي هو العملية اللي تم تنفيذها بمداهمة 100 مدرعة، واللي كان نتيجتها يعني مقتل 20 من الجماعات الإرهابية العاملة أو المنتشرة في شمال سيناء، وإصابة 10 آخرين. يعني نتمنى التوفيق للقوات المسلحة في عملياتها وتطهير المنطقة من الإرهابيين والبؤر الإرهابية، وفي نفس الوقت نتمنى أن الموضوع يتم بإنجاز أكتر. إحنا بقالنا دلوقتي أكتر من 3 سنين بننفذ عمليات عسكرية داخل منطقة شبه جزيرة سيناء بصفة عامة وشمال سيناء تحديدا، ويوميا بنسمع يعني أرقام اللي هو 20 و130 في عدد الضحايا أو عدد المقتولين من الإرهاب. فده اللي هو بنتكلم في يعني هل كل العدد ده بالفعل هم يعني الإرهابيين الموجودين في المنطقة دي، محدد وقت معين أن أنت هتنتهي فيه من تنفيذ العمليات. جانب آخر في الموضوع، هنقول الجانب الإيجابي، هو موضوع ان انت من تضييقك الخناق عليهم في منطقة شمال سيناء بتضطرهم ان هم يعني ان هم يلجأوا لمناطق اخرى او الهروب خارج مصر، وده كان لسه برضو من اخرها فترة قريبة اللي هم اللي لجأوا لليبيا بعد تشديد الخناق عليهم في مصر من الجماعات الارهابية. طيب عندنا خبر اخر من جريدة الاخبار، وهو بيقول تركيب اول توربينين بمحطة كهرباء بني سويف. ده ايه دول بقى؟ ده مشروع لانتاج الطاقه واللي بتنفذه شركه سيمنز، وده يعتبر يعني اللي هم اول انجاز من اجمالي المشاريع اللي بنفذوها لانتاج الطاقه في مصر. وهنقول برضو ده بالاضافه الى مشروع محطه الضبعه النوويه في موضوع اللي هو توفير الطاقه وتوفير الاموال المهدره في يعني الانفاق على محطات توليد الطاقه بالمشتقات البتروليه. التوربينين اللي بدأ يعني هيتركبوا، هم وصلوا مصر بسلام، جاري تركيبهم وهيدخلوا الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة. هنقدر نقول ان هم طاقتهم الانتاجية 14.4 ميجا وات، ودي حاجة كبيرة جدا، يعني هتغطي اللي هو نقدر نقول ما نسبته 30% من استهلاك الطاقة الكهربية في مصر. وده ده مقصود بيها يعني الصعيد بصفة خاصة ولا ده هو ده
مصر كلها ولا هو إيه؟ المشروع عبارة عن شبكة محطات هتنفذ على مستوى مصر، فكانت البداية من بني سويف ودي تعتبر محافظة من محافظات الصعيد. فاللي هو ان انت يعني ده يعتبر انجاز يحسب للحكومة في الوقت الراهن رغم كل الازمات الاقتصادية اللي احنا بنمر فيها او قلة التمويل او ان احنا مش لاقين نصرف على المشاريع اللي بتسعى الدولة الى تنفيذها. انا بتمنى كمان يبتدوا بقى في الطاقه المتجدده، يعني انا ما شفتش لحد دلوقتي ما سمعتش مشروعات طاقه متجدده. بمناسبه الطاقه المتجدده هو في يعني في اسوان وخاصه يعني على المستقبل العالم كله دلوقتي رايح على الظهير الصحراوي في شركات اجنبيه بدات بالفعل في تنفيذ اللي هي انتاج طاقه كهربائيه من الطاقه الشمسيه، وهنقول مثلا عملوا لحد دلوقتي تقريبا 7 محطات لتوليد الطاقه بالطاقه الشمسيه. وده هنقول ان هو انجاز اكبر. احنا معروف ان يعني مثلا السد العالي كان اعتمدنا عليه في الاول بس لكن دلوقتي ما اعتقدش اللي هو مع مرور الزمن ومرور الزمن وفي نفس الوقت زياده الاستهلاك، فده بالتالي الاستهلاك. وبعدين انت عندك في المستقبل ما تعرفش انت الميه هيحصل فيها ايه، فبالتالي السد العالي مش هتعرف كفاءته هتروح ازاي هتبقى ماشيه ازاي، فلازم نامن نفسنا. العالم كله بيتجه للطاقه المتجدده دلوقتي، كويس اللي احنا منتبهين لدوت. طيب المصري اليوم أردوغان يختار صديقه لرئاسة حزب الحرية العدالة والتنمية، وده كان اللي هو هنقول رئيس الوزراء الجديد بعد استقالة أو الاستقالة المفاجأة لأحمد داود أغلو في يعني قبل أسبوعين من اليوم. الصديق أو هنقول اللي هو كان تطلق عليه الصحافة التركية في موضوع اللي هو رئيس حكومة الظل، ده الصديق المقرب لأردوغان، صداقة يعني دامت لأكثر من 22 سنة، وهو دلوقتي اللي تم اختياره لرئاسة حزب العدالة والتنمية الحزب الحاكم في تركيا. هو الانتخابات بانتخابات يعني ولا هي فاميلي كده حاجه عائليه كده ولا ايه؟ اردوغان رئيس ومؤسس، يعني اردوغان مؤسس الحزب فهو زعيم الحزب، فبالتالي تمت مشاورات ما بين 800 من الاعضاء الرئيسيين في الحزب لاختيار بن علي يلدريم ده اسمه، فهو اللي هيتولى الحكومه خلال الفتره المقبله. هو موافق تماما بناء على قبوله للمنصب، هو موافق تماما على تحكم اردوغان في الدوله، لان احنا معروف ان اردوغان بيسعى بقاله فتره كبيره جدا في موضوع اللي هو تحويل تركيا الى دوله رئاسيه بدلا من النظام البرلماني، فبالتالي كل السلطات والقرارات ستصب هتبقى في ايد اردوغان. هيبقى رئيس الحكومه له يعني اللي هو دور مهمش او دور قليل جدا مقابل الادوار اللي هتبقى منوطه باردوغان، وبن علي موافق على ذلك. وهنقول برضو من باب اللي هو الصداقة القديمة اللي تربط الاثنين مع بعض من أيام ما كان أردوغان عمدة اسطنبول. طيب يعني اللي عايز افهم بس يعني هي معنى كده اللي هي الحزب هو اللي بيشكل الحكومه يعني كده مش هيبقى في اعتراض بين الرئيس والحكومه، هو الاثنين موافقين على كلام بعض كده بالظبط كده، والرئيس مفيش قلق بقى والرئيس هو اللي هيتولى يعني اداره البلاد واختيار اعضاء الحزب واختيار اعضاء الحكومه واداره شؤون الدوله في مفاوضات في اتفاقات في كل ما تقوم به الدوله، بدل ما ان السلطات تبقى في ايد رئيس الحكومه لا هتبقى في ايد رئيس الدوله. يعني هي دلوقتي تركيا تحولت للنظام الرئاسي بالفعل، ما هو دلوقتي اردوغان هو رئيس، هو مش هنقول تحولت فعليا او رسميا، ولكن اللي هو على ارض الواقع هي تركيا دلوقتي ماشيه بالنظام الرئاسي بالفعل يعني اردوغان بيطبق ذلك بعيدا عن انه يكون ده بالفعل طبق بصفه رسميه على ارض الواقع. من جريده الاخبار، لا استثناء لادويه الاورام والدم من قرار الزياده. زيادة أسعار الدواء اللي هو 20% لأقل لكل دواء سعره أقل من 30 جنيه فما أقل، فبالتالي وزيادة عممت على كل الأدوية. الصيادلة أو نقابة الصيادلة طلعت قرار بموضوع اللي هو البدء بالفعل يعني إن القرار يطبق حتى على الأدوية الموجودة في الصيدليات حاليا، مش إن إحنا هنبدأ تطبيق الدواء من الفترة
مثلا هنقول اللي هو بعد شهر من دلوقتي هنبدا نطبق السعر الرسمي، لا هو اتطبق بالفعل من دلوقتي عشان ما يحصلش فيه اي تضاربات ما بين ان صيدليه بتبيع بسعر وصيدليه ثانيه بتبيع بسعر اخر. دي حاجه. الحاجه السيئه في الموضوع معروف يعني ان الشعب المصري بيعاني من امراض مزمنه او امراض متوطنه بصوره كبيره جدا، فبالتالي ان انت يعني كدوله ما بتوفر لهمش سبل الرعايه الصحيه المناسبه، فمن باب اولى ان انت يعني توفر لهم حاجه بسيطه في موضوع سعر الدواء. انا كمواطن بسيط يعني اللي هو التكلفة المعيشية بقت غالية جدا، في نفس الوقت حتى الدواء بترفع سعره عليا، واللي هو ان ده حاجة اللي هو بيصبر نفسه او يعني بيدي نفسه امل في الحياة شوية بالادوية دي. بس في تأمينات المفروض، يعني مش في تأمينات وكده؟ التأمينات بقى موال طويل، اللي هو يعني اختصارا للجملة هنقول بقى يعني يعني المرض في مصر بقى بالواسطة، اللي هو ان انا عشان اتعالج برضو لازم يكون ليا واسطة عشان اعرف اتعالج بيها، سواء انا مؤمن عليا في تأمين صحي او غير مؤمن عليا. هنقول انها يعني برضو الأدوية تجارة زيها زي تجارة الطب. احنا نتمنى ان الموضوع ده الحكومة تعيد نظر في قرار رفع سعر الأدوية، او انها تستثني فئة معينة من الشعب المصري في موضوع اللي هو القرارات اللي موجودة حاليا. تمام. اخر خبر معنا من جريدة المصري اليوم، وبيقول لقاء تاريخي بين البابا فرانسيس والشيخ الأزهر في الفاتيكان، يعني أكبر مؤسستين دينيتين إسلامية ومسيحية. هنقول ان هو كان مثلا يشاع خلال الفترة الماضية ان العلاقات منقطعة ما بين الأزهر والفاتيكان، ولكن العلاقات كانت معلقة او الحوار كان معلق ما بين الطرفين. زيارة من المتوقع انها تكون يوم الأحد المقبل، الشيخ أحمد الطيب هيكون في زيارة للفاتيكان في محاولة لإعادة سبل التواصل والحوار ما بين أكبر مؤسستين دينيتين في العالم. بخصوص يعني هل كان في يعني سبب للإشاعات اللي بتتردد؟ الأزمة يعني كان اللي هو البابا بندكت السادس البابا السابق للفاتيكان في موضوع اللي هو تصريحاته اللي كان اتهم فيها الإسلام بأنه هو دين عنف، الإسلام هو الدين المحرض على القتل وقت حادثة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية في العام 2011، وبالتالي ده اللي رفضه الأزهر يعني بعد ما أن بابا الفاتيكان أعلنها صراحة كرهه للدين الإسلامي أو لمعتنقين الديانة الإسلامية. هو تصريحاته كانت مثيرة للغضب عموما، وكانت صريحة جدا في موضوع، بس أعتقد البابا فرانسيس هو غير مسيس هو يعني بالشكل اللي كان منذ تولى بابا بنديكت بي يعني المنصب، هو بيسعى لموضوع اللي هو التقرب بين الأديان، ويسعى لموضوع اللي هو إعادة هو رجل مسالم ويدعو للسلام والسلام لآخره يعني لآخر مدين. وبعد الزياره دي هي يعني مصر هتشهد برضو زياره بابا الفاتيكان، هيجي مصر خلال الفتره المقبله، ولكن لحد دلوقتي لسه ما اتفقوش على ان مقر الاستقبال هيبقى الازهر ولا هيبقى مكان تاني بعيد عن الموضوع. الزياره هنقول انها بتدور في محاولات التقريب او مواجهه الفكر المتطرف بالفكر، معروف اننا يعني الارهاب محاربته احارب فكريا بعيدا عن ده اللي هو الاجدى والانفع في موضوع بعيدا عن المحاربه بالسلاح. استاذ مصطفى الاسواني الصحفي بجريده الشروق، بشكر حضرتك جدا على متابعه صحافه اليوم، ونهارك سعيد. نهارك سعيد. وخلفنا لسه متواصله معاكم، راجعين بس بعد الفاصل.